بعد غياب 15 عاما عن التتويج ببطولات العالم، توجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم التي تقام بالنرويج بعد الفوز على منافستها لاعبة الهند بمباراة البرونزية. وكانت سمر قد حققت الفوز على لاعبة منتخب كازاخستان بنتيجة 3-2 في دور 16 من منافسات البطولة. وبالنتيجة التي حققتها سمر، فهذه الميدالية تعد الأولى لمصر منذ آخر ميدالية تحققت عن طريق محمد عبد الفتاح بوجي عام 2006، وهي ذهبية بطولة العالم. وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالإنجاز الكبير التاريخي الذي حققته لاعبة المنتخب المصرية في ضوء تتويجها بأول ميدالية مصرية في بطولة العالم للمصارعة. وتعد مشاركة سمر حمزة الأولى رسميا للاعبة المنتخب المصري بعد دورة الألعاب الأولمبية، والتي تعد بداية الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وسوف تشهد تكثيف لمشاركة المنتخبات المصرية في مختلف اللعبات في جميع البطولات والمنافسات العالمية لمختلف الأعمار السنية للمنتخبات المصرية. وكانت سمر حمزة قد ودعت منافسات طوكيو في أولى مبارياتها، حيث اصطدمت في أولى مبارياتها ضمن وزن 76 كيلوغرام باللاعبة الروسية نالاتيا صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016. إسراء سعد، آخر النهار.